اكتشفوا في الأخير من خبرات يعني متراكمة اللي هي أجهزة أمن الدولة وخصوصا بعد أحداث سبتمبر أن كثير وبعد أحداث الإرهابية اللي حدثت في الخليج وتحديدا في المملكة العربية السعودية وجدوا أن مصادر تمويل هؤلاء الأشخاص عن طريق عمليات غير مشروعة ومنها مساهمة الجمعيات غير الربحية في أخذ أموال الناس بحجة يعني التبرعات ثم نعم ثم تحويلها إلى عمليات تخريبية فربطت بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهناك نظام متكامل بهذه الجزئية فهذا هو السبب الرئيسي والآن موجود يعني في جميع دول مجلس التعاون ربط بين غسل الأموال والعمليات الإرهابية.